قبل أن تكون حربا عسكرية، شكلت حرب التحرير حافزا لتحريك اللبنانيين المنتشرين في العالم أولا والرأي العام العالمي ثانيا في شأن القضية اللبنانية، فكانت النتيجة العملية تحركا دوليا وعربيا لمحاولة إيجاد حل، حل ما لبث أن عطله تضارب المصالح الدولية وتداخله مع مصالح أفريقاء الداخل المستفيدين من استمرار الحرب والاحتلال. هيدي معركة التحرير وبدأت. منذ 14 أذار 1989 صارت حرب لبنان حرب تحرير ضد المحتل، ففي 20 أذار وجه العماد ميشيل عون رسالة خطية إلى الرئيس السوري حافظ الأسد يطالبه فيها بسحب جيشه من لبنان لأن الجيش اللبناني صار قادرا على بسط سلطة الدولة، وكانت الرسالة الوحيدة التي أرسلت إلى سوريا على عكس ما أشاعه البعض في مراحل لاحقة. كذلك أرسل عون رسائل شبيهة إلى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. اجتمعت الحكومة وقررت اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسحب القوات السورية الفوري من لبنان، ونحن بصدد إعداد الإجراءات هذه محلياً وإقليمياً ودولياً. في 24 أذار وفي مؤشر إلى بداية تكون تعاطف عربي مع القضية اللبنانية، وصل السفير الكويتي في دمشق أحمد عبد العزيز الجاسم إلى بيروت، وقد صرح إثر لقاء مع مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد بأن الجيش السوري هو من يبدأ بالقصف، لافتا إلى أن الغربية تقصف من الغربية، فكانت النتيجة تسعيرا للحرب وتكثيفا للتصعيد السوري سواء المباشر أم عبر الميليشيات الحليفة، إلى درجة لم يعرفها اللبنانيون منذ بدء حرب لبنان. أنا بعرف حقيقة الموقف عند اللبنانيين بالمنطقة المحتلة بالضفة الغربية، ما رح سميها بقى بيروت غربية، صارت بتساوي الضفة الغربية، وصار لزمنا يمكن انتفاضة حجارة هناك، لأنه لا يجوز أن يبقى الوضع بهالطريقة هيدي الثالث تحت رحمة ضابط مخابرات سوري، ساعة بيصعد ساعة بيهدي. في غضون ذلك سجل التفاف غير مسبوق للجيش اللبناني حول توجهات القيادة، فيما بات الرأي العام مواكبا بقوة لما يحدث سواء على الضفة المسيحية أو المسلمة. وقد برز في هذا الإطار موقف مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد الذي بعث بأكثر من موفد إلى قصر بعبدة ليدفع الثمن في 16 أيار 1989 تفجيرا حوله إلى شهيد. نحن منا عملاء سوريا، نحن منا قطعجية وفلاحين عند النظام السوري، نحن جمهورية مستقلة إلا قرارنا، وقرارنا بناخده ديمقراطيا بين بعضنا نتشاور، ما بدنا رعاية حدا، هذا هو المطلوب اليوم. على الخط المسيحي وفي مقابل التعاطف الشعبي الجارف مع الحكومة الشرعية، اتخذت ميليشيا القوات اللبنانية موقفها المتفرج في وقت ساد غموض موقف بكركي والنواب المقيمين في المنطقة الشرقية، لينقلب الموقف لاحقاً إلى معارض لتوجهات الحكومة إثر اجتماع عقد في بكركي في 18 نيسان صدر إثره بيان ساوى بين الجيش اللبناني والجيش السوري. من أبرز ما طبع تلك المرحلة، قام رئيس الحكومة الموالية للسوريين سليم الحص بجولة في المناطق التي تعرضت للقصف، ممسكاً بشظية قذيفة من عيار 240 مليمتر ومتهماً الجيش اللبناني باستخدامها، مع علمه المسبق بأن الجيش لا يملك أسلحة من هذا النوع. حاولت لجنة المساعي الحميدة العربية دعوة شخصيات لبنانية لمناقشة الأزمة لكنها فشلت. بدأت تتشكل مجموعات شبابية وطالبية في مختلف المناطق اللبنانية لدعم الجيش في حرب التحرير. السبت المقبل في رأس الدولة. العماد عون يتكل عليكم بالدرجة الأولى، على كلمتكم، يتكل على ساعد الجيش، يتكل على عدد الشعب اللبناني اللي بده يحرر نفسه وبيتكل على حقه وفي الله معه.